سعادة الأميرة عبد الله، أهلا وسهلا بيك في السيسي فورم. إحنا نورهان من الغرفة الإسلامية، ومحتاجة أعرف رأي حضرتك في مشاركة حضرتك النهاردة في سيسي فورم. أهلا وسهلا، أنا سعيد جدا بالمشاركة في سيسي فورم. كان يعني تابعت الأيام الماضية والآن معاكم متابعين الأيام القادمة إن شاء الله. عمل مشرف وعظيم للغاية الأسمى، مساعدة الإنسانية، وكذلك اللي هو تغيير المناخ بالطريقة الإيجابية. وشفنا ما يسرنا ويسعدنا، ونتمنى إن شاء الله أن في المستقبل القريب كل الفيجن والرؤى اللي طرحت في هذه اللقاءات تتحقق إن شاء الله ونسعد فيها. شكرا جزيلا. إيه رأي حضرتك أو إيه توصياتك لرواد الأعمال في الوقت الحالي؟ أنا أوصيهم أولا العمل للغاية الأسمى اللي هي المساعدة اللازمة المطلوبة دائما للإنسانية، لأنه كلنا بشر والبشر لبعضها. فاليوم شخص في مكان ما بكره يكون في مكان مختلف، يكون هو في حاجة. فدائما النظر لمساعدة الإنسانية عن طريق المساعدات المعروفة المادية أو تغيير المناخ أو تغيير الحياة الجميع بأي طريقة كانت. شكرا جزيلا لحضرتك. ميرسي.